مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم وأهلا بكم معنا في حصة الحدث. اختلفت الأسباب وتعددت النتائج، وأصبح ابتعاد الشباب عن العمل السياسي وعزوفه عن خوض غماره أمرا بديهيا حتى صنف ظاهرة. لكن هناك من يرى أن هذا العزوف يعتبر أساسا نوعا من الممارسة السياسية ويصنف ضمن المقاطعة كتعبير عن عدم الرضا عن الممارسات الشنيعة واحتكار المسؤولون السياسيون المناصب وتوظيفها لقضاء مصالحهم الشخصية. ومن بين أسباب هذا العزوف أو مقاطعة العمل السياسي غياب مشروع سياسي واختزاله ضمن منظمات وجمعيات وأحزاب لها أبعاد غريزية محضة. الجزائر تخسر سنويا 50% من نخبتها أو خريجي جامعاتها، وعرفت هروبا لأدمغتها نحو البلدان الغربية وكذلك إلى الخليج العربي. وبلغة الأرقام فقد غادر الجزائر 110 ألف شخص بين سنة 1991 و1999، أي في العشرية الدامية، فيما بلغ عددهم بين 1999 و2014 850 ألف، أي تضاعفت النسبة 8 مرات. وآخر ما قام به 3 شبان جزائريين هو الفرار من طائرة قادمة من تركيا نزلت بمطار روما للتزود بالوقود قبل إكمال رحلتها إلى الجزائر. فما الذي تعنيه؟ ربما تنضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع، تنضم إلينا مريم سعيداري، قيادية في جيل جديد. بعد الترحيب بك أستاذة مريم، ماذا تعنيه السياسة؟ ماذا تعني السياسة لدى الشباب الجزائري قبل أن نخوض في الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر كل المشاهدين نتاع قناة المغاربية اللي راهم يوم عنا يوم يكثروا. أما فيما يخص علاقة الشباب بالسياسة في الجزائر، لازم نرجعوا إلى نشأة الدولة الجزائرية بعد الاستقلال. هناك مجموعة من الشباب اللي كانوا قروا الجزائر هم نفسهم اللي قروا أن يحكموا الجزائر، رغم أنهم في هذه الفترة كانوا شباب، غير أنهم إذا نظرنا إلى نظام الحكم اليوم هم نفسهم الذين ما زالوا يحكمون الجزائر. بالتالي شباب هادو الذين أخذوا زمام مبادرة أثناء حرب التحرير وحرروا الجزائر بعد الاستقلال، كان هناك كمية عقدة الأبوية لديهم، أصبحوا لا يثقون في الشباب رغم أنهم كانوا شباب وحرروا الجزائر. ومنذ 1999 ظهرت ممارسات جديدة في النظام السياسي الذي هو يحمي في طياته بذور الفناء تاعه منذ الاستقلال، غلق سياسي رهيب للساحة السياسية. لذلك الشباب ابعدوا عن مراكز اتخاذ القرار، لا يسمح لهم بإنشاء جمعيات، لا يسمح لهم بإنشاء حساب سياسية. لهذا ويعطى لهم المثال الذي يعطى لهم هو أن السياسيين هم الذين يستعملون المال الفاسد، وهم الأشخاص الذين يغيرون آرائهم السياسية عندما تعطى لهم مناصب أو يصبحون أطراف الدولة. هذا المثال الغير لائق الذي أعطاه الناس اللي مارسوا السياسة منذ استقلال الجزائر أدى الشباب إلى الحدوث عن السياسة، رغم أنك إذا تحدثت مع الجزائريين في المكان العام تجدهم يتقنون أبجديات السياسة وعندهم تحاليل وعندهم تحليلات عميقة للساحة السياسية، غير أنهم لا يمارسونها في القنوات الرسمية. لكن ربما الآن أنت قيادية في حزب جيل جديد، ربما هذا الحزب لا يعرف انقسامات وتجاذبات، على الرغم أن رئيس الحزب قادمة من حزب البيرا، هذا نعرف، الكل يعرف هذا. أليس الشباب الذين ينظرون الآن إلى الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة الجزائرية الآن ينظرون هذه التجاذبات والانقسامات، أليس هذا سبب من أسباب عزوف هؤلاء الشباب الذين ينظرون
إلى رؤساء الأحزاب كأنهم مثلا كالأففاس أو حزب حمص الذي انقسم منه خمس أحزاب. أليس هذا مثال للشباب، ربما مثال سيء للخوض في السياسة؟ نحن يعني اونيكونسيا عندنا يعني اهتمام بهذا الموضوع، لذلك عندنا خط سياسي واضح منذ نشأة الحزب في البداية. رئيس الحزب رئيس حزب الجديد يعني هو رئيس مناضل ودخل الجزائر في حزب شباب، وهو كان باحث في اوروبا ودخل الجزائر عندما كان هناك مد يعني للهجرة في الجزائر ودخل الجزائر. هذا بما يخص رئيس الحزب، وهو يناضل منذ ذلك الوقت في كان في حزب سياسي وهو خرج عنه لمواقف معينة ومعروفة. حاول يعني أن يشكل حزب سياسي في سنوات القلق في منذ 99، ولكن النظام السياسي الجائر حال دون ذلك. ولكن منذ 2012 بعد يعني مد الثورات العربية، بعد رياح الثورات العربية، وبما أن يعني شعار الحزب هو واجب المبادرة، قدرنا بإنشاء حزب سياسي. هنا تعطى الصورة للشباب، مثلا في الانتخابات الشرعية يعني بعد أسابيع من إنشاء الحزب، القوائم الانتخابية التي شكلت في الحزب يعني من معظمها شباب. إذا أعطيت مثال يعني في الجزائر العاصمة، حتى إذا طلعت على الأسماء تجدها هم شباب في 30، لا يتعدى عمر 20 و30 في العمر. ورئيس الحزب من اجل اعطاء المثال، لانه احنا عندنا ثقه كبيره انك عندما تعطي المثال الناس يعني يأخذوا ذلك بعين الاعتبار. رئيس الحزب كان في 38 مرتبه 38 مستخلف، يعني اعطاء الثقه للشباب وهو جاء في وراء. كان يقول بلي احنا يا الشباب نعطوهم المراكز في الحزب لاتخاذ القرار، ولا نعطيهم مثلا لإلصاق اللافتات الشهرية للحزب. هو قام بنفسه بإلصاق يعني اللافتات هذه. ومنذ نشأة الحزب حتى يعني الملاحظ في الساحة السياسية والساحة الإعلامية. شكرا جزيلا أستاذة مريم سعيدان، يزيد تتكلمين على القدوة. سنعود إليك بعد أن نأخذ محمد سعيد، هو طالب في المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة. محمد سعيد نرحب بك في حصة الحدث. ما السؤال؟ بما أنك طالب في المدرسة العليا للأساتذة، إذا أعطينا البعد التاريخي للطلبة، الطلبة كانت لهم مشاركة سياسية مهمة في الثورة التحريرية الكبرى، لماذا نرى الطلبة اليوم بعيدون كل البعد عن الممارسات السياسية في نظرك؟ بداية مرحبا بك أخي الفاضل وكل السادة المشاهدين. الممارسة السياسية بالنسبة للشباب الجزائري اليوم جد منعدمة، وذلك لسياسة انتهج النظام الجزائري، هذا النظام الجزائري العجوز الذي حتى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا المقعد عندما أطلع علينا في خطاب مارس 2013 أو 2014 قال يا شباب الجزائر يا شباب الجزائر يا شباب الجزائر. وماذا أردف مولدته شباب الجزائر؟ قال يا شباب الجزائر راكم ما زلتم رافدين الإعلام. يعني مهمة الشباب الجزائري هو فقط أن يرفد الإعلام ويشيد إلى النظام. النظام الجزائري لا يريد من الشباب الجزائري أن يأخذ المبادرة السياسية، يريد فقط للشباب الجزائري أن يشارك في الانتخابات ثم يعود إلى بيوته ولا يشارك في صنع القرار. هذه سياسة ممنهجة من قبل النظام الجزائري. وعندما أقول نظام جزائري لا أقصد فقط أحزاب التي تولي النظام الجزائري، أيضا الأحزاب المعارضة. الأخت الفاضلة تكلمت عن سياسة حزب جديد في إعطاء الفرصة للشباب. أنا أتكلم لأنني كنت مناضل في حزب سياسي معارض، وكنت إلى حد ما مناضلا في الصفوف المتقدمة، وحضرت عدة مؤتمرات أقيمت لهذا الحزب المعارض، ورأيت كيف تتم كوسلة المجالس الشورية أو المجالس الوطنية. ليس هنالك أي فرصة حتى في الأحزاب المعارضة، ليس هنالك أي فرصة أقولها سواء كان بالنسبة للنظام أو بالنسبة للمعارضة. هنالك طبقة سياسية سواء كانت من النظام أو المعارضة هي طبقة فاسدة، طبقة تريد أن تستفيد بالحكم. نرى حزب العمال مثلا لليوزا حنون، ليوزا حنون على رأس الحزب منذ أكثر من 10 سنوات،
نرى مثلا حزب الاساساس، حزب الاساساس دخل عنه حسين احمد مؤخرا، نرى حزب مثلا حزب وش اسمه حزب سادي سعيد هذا حزب راشد اسمه الارشيدي حزب الارشيدي بقي على راس راس الحزب مده طويله. وأقول بأن النظام الجزائري بشقيه الموالاة والمعارضة، ليس هنالك أي فتح لباب المبادرة للشباب الجزائري. أستاذ محمد سعيد، ربما إذا عدنا إلى البعد التاريخي، نقول أن بعد الانقلاب، انقلاب على الشرعية الدستورية والصندوق، ربما هذا الشباب الآن نقول أن هذا الانقلاب هو من أهم الأسباب اللي خلى الشباب تعزف عن الممارسة السياسية. لكن الأحزاب الآن بتكتلاتها، ربما المعارضة وكذلك الموالية، من أين أتوا بهذه الضمانات؟ كي من أعطاهم هذه الضمانات؟ يعني ممكن يوقع لهم وش وقع لحزب جبهة أو الجبهة الإسلامية للإنقاذ، من يعني أعطى لهم ضمانات أنه لن يقع ما وقع في 91 لهؤلاء الأحزاب، ربما إذا كانت عندهم قاعدة ونجحوا في هذا؟ بداية أخي الفاضل، بالنسبة للتجربة الإسلامية هنا في الجزائر، هي تجربة كانت جد دامية، ومعظم الشباب الجزائري اليوم في فترة الأزمة، في فترة العشية السوداء، كان لم يكن واعيا، كان يعني صغيرا. وهذه النقطة استغلها النظام الجزائري العجوز، استغلها يعني استغلالا فادحا. عندما أنا مثلا في الجامعات الجزائرية، عندما يكون هنالك إضراب بعد مثلا سياسات الإمارات، أول كلمة أول حجة يستخدمها المسؤولون لإثبات صوت الطلبة هو القول بأنهم بتخويفهم بفرض العشية السوداء. يا تسكتوا يا إما يصرى لنا كما صرى في سنوات العشية السوداء. الشباب الجزائري اليوم، لا أتحدث عن الشباب الواعي، الشباب المثقف، أتحدث عن الأغلبية، عن الشباب الجزائري الذي نراه بأذهان عميقة، هنالك خوف عارم من الرجوع إلى سنوات العشية السوداء، وهذا الخوف زرعه النظام الجزائري العجوز في نفوس الشباب الجزائري. كما تسكتوا إما تصرى لكم كما صار في سنة التسعينات. وهذه هي نقطة جد هامة استخدامها النظام الجزائري للأسف، استخدامها وبدأت يعزف الشباب الجزائري. الشباب الجزائري مثلا كما تقول له يا أخي الأوضاع مثلا السياسية في الجزائر راهي ماهيش، احنا مثلا كنا مثلا وقفات في الجزائر العاصمة ضد العهد الرابعة. نعم. تلقى شاب تقول له يا أخي العهد الرابعة هذه راهي خطر على الجزائر، هنالك رئيس مقعد، هنالك رئيس ليس لديه الوظائف الحيوية اللازمة التي يستطيع بها إدارة البلاد، هنالك رئيس جزائري يعني صحة دعواه متهالكة. هيا نخرج للشارع، هيا ندوا بهذه الدكتاتورية، بهذه الدكتاتورية. شكرا جزيلا أستاذ محمد السعيد، ابقى معنا. عد إليك أستاذ مريم سعيد. ربما يقول قائل أن الشباب الجزائري ليس عازفا عن السياسة، بل إنما هذه الممارسات التي يقوم بها حاليا إنما هي سياسة، وهو يقوم الآن بالسياسة بعزوفه عن السياسة، عدم إمضائه للوائح الانتخابية أو عدم انتخابه أصلا أو عدم اقترابه من السياسيين. يقول أن هذا السياسيين يحتكرون المشهد السياسي ويريدون إدماجنا، وحتى نحن لا نثق فيهم أصلا، ولهذا نحن نمارس السياسة بالمقاطعة. وهذا هو بيت القصيد تاع النظام السياسي، يعني هذا يخدم النظام السياسي، ما يخدمش الشعب الجزائري إذا أراد أن يغير يعني مصيره. لأنه إذا تركت صحة خالية داخلية الفراغ، هنا من سيستغل هذا الفراغ؟ والطبيعة بحد ذاتها هي تنقص الفراغ. إذا تركنا الفراغ كي الناس تسدد، ومن الذين سيحتلون هذا الفراغ ويتخذوا مصير نتاع الشباب الجزائري؟ لكن الشباب اليوم أستاذة مريم، الشباب ربما ابتكر حيلة أو ابتكر وسيلة جديدة للضغط على النظام، سواء بالخروج في احتجاجات نستطيع أن نسميها موسمية بين ظفرين، ويقضي حاجته، والنظام القائم ربما يحصن نفسه، يستجيب لهذه المطالب سواء كانت اجتماعية أو مطالب اقتصادية، يستجيب لهؤلاء الشباب، وهذا ما يعتبره الشباب ممارسة سياسية في آخر الأمر.
هي النظام النظام فيما يخص الشباب وفي ردة فعل لما يقوم به الشباب، كل ما انتصر الشباب يقوم النظام في ردة فعل لإسكات عمليات هذه المطالب بتوزيع الريع. لذلك الشباب يجب أن يتنظم، هناك يعني وعي جماهيري لمسناه في السنوات الأخيرة من طرف الشباب. الشباب حقيقة بدأ يتنظم عبر يعني مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر جمعيات، حتى إذا ما كانش عندها اعتماد يعني في أرض الواقع، ولكنهم بدأوا يتجمعون. ولكن العمل إذا لم يكن منظم في صيغة يعني جمعيات لا عندها اعتماد أو في أحزاب سياسية، فإن العمل يكون مشتت ولا تكون له استدامة. حتى وإن كان هناك يعني تحرك، ولكنه عن طريق الوقت سيتشتت. لكن لكن هنا نحن نتكلم أستاذة مريم، نحن نتكلم الآن عن قضية فقدان الثقة للشباب الجزائري. الشباب الجزائري لا يثق في الحكام، لا يثق في الأحزاب، لا يثق في مسيري الأحزاب، والأكثر سوءا أن الشباب الجزائري لا يثق في نفسه اليوم. كيف نرجع أواصر الثقة؟ كيف نرجع جسور هذه الثقة بين الأحزاب السياسية أولا والشباب؟ اليوم يعني الشباب يجب أن يأخذ بزمام المبادرة بيده، يجب أن يخرج من الهامش، يجب له أن يدخل في القنوات الرسمية للعمل الجمعوي والعمل السياسي. اليوم الشباب إذا كان عنده هذا الروح الانهزامية ويقول أن يعني اللي راهم يحكموا فينا لا نثق فيهم، ويكمل في هذا الانهزامية، هذا الشيء لن يعيد له شيئا ولن يخدم مع مصيره. لذلك يعني مثلا اذا راينا الى الساحه السياسيه في المعارضه منذ سنتين، يعني هناك عمل يجب الاشاده به، رايتم به المعارضه، هناك شيء جديد لم يكن موجود السياسية رئيس بوتقائي للحكم. هناك أحزاب بادرت هي تنادي بتغيير الواقع الجزائري، ستعمل من أجل انتقال ديمقراطي. على الشباب يعني أن يلتف حول هذه الأحزاب السياسية ولا يكون هناك انهزامية. يعني السمعة السمعة سمعة حتى مثلا حزب جد منذ ما أنشئ ويمشي على نفس الخط السياسي الذي جاء به، هناك يجب الثقة لا تنعدم منذ الحياة موجودة، يجب أن يكون هناك الأمل في يعني مستقبل لأولاد الجزائر. جميل، ابقي معنا أستاذة مريم. ننتقل إلى رفيق بن طالة وهو طالب جامعي في العلوم السياسية بباريس. يقولوا أن أكثر من 70,000 جزائري من النخبة الجزائرية انتقلت إلى الضفة الأخرى، ما هي دواعي هذا الانتقال في نظرك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. نعتقد أنه لما الشباب الجزائري يعاني من التهميش والإقصاء ويكون غير مسموح له بالمشاركة في الحيز العام، ولما المستقبل ديالو يكون غامض، اكيد تكون هذه النتيجه. اليوم شاب جزائري يعيش اصبح يعيش حاله اغتراب داخل الوطن ديالو، يعني الى درجه اظهار الانتماء. وعلاش؟ لانه هناك ازمه ثقه، والسبب الرئيسي في اعتقادي هو ان هذا الشاب الجزائري اصبح يعتقد ان صوته ليس فقط غير مسموع ولكن ليس له معنى. شوف، كلنا نعرفوا باللي رانا عايشين في ظل انتماء، في ظل نظام احادي مغلق ليس له شرعيه، قائم ضد الاراده الشعبيه، ولكن في نفس الوقت كي تشوف انت احزاب سياسيه منفصله تماما عن الواقع الجزائري. يعني وصلنا الوقت حتى اشراك الشباب فقط كواجهه ما بقاش يهم، في بلد الاغلبيه ديالو او الاغلبيه العظمى ديالو من الشباب، وكلنا نعرف الارقام، وهذا راه من التناقضات اللي ما تلقاها غير في الجزائر. ما بقيناش حتى في حاجه يعني استعمال الشباب كسجل تجاري. شوف، انا اعتقد انه هناك عنف رمزي ضد هذه الفئه باعتبارها تمثل المستقبل، تمثل مصير البلاد،
جزائر الغد. انت كي تشوف حكومه كلها متشكله من الشيوخ وبرلمان كذلك، ولما تشوف الادارات العامه والمؤسسات العموميه، محبوش الشباب هذا يمدوا له فرصه. وخلينا ثاني نقولوا ان هناك اسباب اخرى، انت لما ما يكونش عندك اقتصاد ياك، والرصيد الوحيد اللي عندك هو الريع النفطي، تشري به الدمام وتكرس ثقافه الشكارة والولاءات وتبزيق المجتمع في عرض اقتصاد حر مبني على الفرد وعمل الفرد ومؤهلاته. هذاك الوقت يعني تسمح للشباب باش يكون عنده دور ويكتسب ثقه ويحقق الاستقلاليه تاعو، وفي نفس الوقت تكون عنده حريه التعبير والانتماء السياسي. وربما هناك ايضا اسئله اخرى عن دور الجامعه، يجب ان نتساءل عن دور الجامعه الجزائريه اليوم، هل راهي تخلق في الوعي ام عكس ذلك؟ يعني ما هو دور الجامعه الجزائريه في نظرك؟ اليوم الجامعه الجزائريه في عود طالب يدخل ويتكون ويتحصل على معرفه ويتشكل عنده وعي سياسي ويعرف الجزائر افضل، يعرف مشاكل البلاد ويعرف مشاكل الشباب. اليوم طالب الجزائري مسكين يدخل لمده 3 سنوات او 4 سنوات يشتغلوا كما نقولوا بدي كونفلي بيداغوجيك طواله مده الدراسه ديالو، وكي يخرج عوض يعني هذيك الاحلام والامل اللي يكون عنده ملي يكون طفل صغير، هو يتمنى لما يقرا وهذيك رمزيه التعليم اللي تحقق له نجاح في حياته. الشاب الجزائري لما يدخل للجامعه بالعكس تتكرس عنده ثقافه الياس، ولما يخرج للبطاله تسنى فيه والخدمه الوطنيه ومشاكل اخرى. رفيق بن طالة طالب جامعي في العلوم السياسية كلمتنا من باريس، نشكرك جزيل الشكر. نعاود نرجع لمحمد السعيد طالب في المدرسة العليا للأساتذة. أستاذة مريم سعيداني كانت تتكلم تقول يجب على الشباب ألا يجعل هذه الأماكن شاغرة وأن يتقدم للعمل السياسي وينضم إلى هذه الأحزاب والجمعيات السياسية، لكن نرى في المقابل يوجد نوع من القمع في الجزائر، وخير دليل ما حدث لرشيد عوين وبالقاسم خنشة والعدد كبير من المناضلين الذين ربما وجدوا ضالتهم في حرية التعبير لكن لم يجدوها فعلا واقتيدوا إلى السجن. هل هذا نوع آخر من ربما تقييد هذه الحرية السياسية لدى الشباب؟ نعم صديقي العزيز، السيدة تكلمت عن الأماكن الشاغرة. هو أصلا في الجزائر ليس هناك أماكن شاغرة لكي يملأها الشباب، كل الأماكن الآن مملوءة من قبل هذا النظام البائس. قالت هذا الخطاب التي تكلمت به السيدة هو مشابه للخطاب التي قالت به الأحزاب في قبل انتخابات 2012، قالوا لنا باللي احنا لازم ما نتركوش المساحة وباللي لازم نشاركوا في الانتخابات بقوة وباللي لازم ما نخليوش الفرصة لهذا النظام باه يصوت في بلاصتنا. وكاين فئة يعني معينة من الشباب انفقت وراء الخطاب وشارك في انتخابات 2012، ولكن ماذا حدث؟ التساؤل المطروح هو ماذا حدث بعد انتخابات 2012؟ تزوير في جميع الدوائر الانتخابية، وتحصلت الأفلان على الأغلبية المزورة. يعني ليس هنالك أي تجربة في الجزائر مشجعة الشباب الجزائري كي يصدق النظام الجزائري او يصدق المعارضه الجزائريه في زعمها بان هنالك اماكن شاغره ويجب الا نتركها لهذا النظام. الحل من وجهه نظر الشباب الجزائري هو يجب رحيل هذا النظام الجزائري البائس العجوز، يجب رحيله بتاتا عن فكره ابيه بجميع اشكاله، من اعلى هرم في السلطه اللي هو عبد العزيز بوتفليقه، هذا الرئيس المقعد الذي لا يمتلك حتى السيطره على نفسه، فكيف سيسيطر على بلد اهلكته شباب؟ يعني الحل الوحيد هو رحيل هذا النظام الجزائري، ولكي يرحل هذا النظام الجزائري على الشعب الجزائري ان يمتلك الشجاعة لكي يقول كلمته، الشجاعة لكي يخرج في الميادين ويقول لا لهذا النظام الجزائري، يقول لا إلى أين أنتم ذاهبون؟ إلى أين أنتم ذاهبون بالجزائر؟ نحن نرى اليوم أن خيارات الجزائر، معظم خيارات الجزائر في البنوك الأوروبية، في بنوك باريس وبريطانيا، والشعب الجزائري يعني الطالب الجزائري كيعطي له 400 طنابلس يشوفوا فيها شغل باللي راهي حاجة كبيرة ويمدوها له، من ذاك؟ يعني تتاخر ساعه لابورس الاولى تجي في نص العام.
يعني الشباب الجزائري يجب الا ينقاد نحو اولا الخطاب الذي تمارسه الاحزاب السياسيه، الاحزاب يعني اصعد النظام وهي الان تمثل وهي الان تدافع عن النظام. الاحزاب المعارضه هذه احزاب المعارضه هي تصب في مصلحه النظام الجزائري، النظام الجزائري الان يقول لدي معارضه واحترمها، ويجب على الشباب الجزائري ايضا ان لا ينساق وراء خطاب النظام في حد ذاته، يجب على الشباب الجزائري اليوم ان يمتلك الشجاعه لقول لا، لقول لا لهذا النظام، لقول لا لهذا النظام. محمد سعيد طالب في المدرسة العليا كلمتنا من قسنطينة، لك منا جزيل الشكر. قبل الحديث عن مسؤولية النظام والسلطة في أبعاد الشباب عن الممارسة السياسية، دعونا مشاهدي الأفاضل نتابع جزء من هذا اللقاء الذي قمنا به في الجزائر مع مجموعة من الشباب قبل سنة من الآن، ثم نعود لمواصلة النقاش. الاختلاسات فضاء احنا راه فاز تحت خرجت المريخ فضاء حتى وانا تاع المسؤولين تاعنا، كنت دوك نبداو نعدو نقعدو نعدو في الحصه كامله وما تكفيش، وين تحوسين نمارس السياسه مع هاد الناس. وثاني حاجه هاد الشيوخه تاع النظام ما حبوش يخرجوا، قال ما حبوا يموتوا يبعدونا، ما حبوا يخلونا، ممنوع انه شاب يتقدم. يعني كاش عندنا احنا وزير شاب، وريني شاب وزير. بصح السؤال سامحني اللي يطرح نفسه، واش هي الاسباب اللي خلات انه ما يكونش عندنا وزير شاب؟ هذا الموضوع لازم نحاسبوا عليه. احتكار الشيوخ للسلطه، هذا مش احتكار. هل نقدر نقول ان محمد حميدي مثلا ما عندوش كيما فرض روحك تدخل الاحباس، فرض روحك تدخل الاحباس كيما كاش تطلب حقك في الشارع، تطلب يطلبوك من الناس. شكون اللي دخل طالي مستوى؟ احنا ملي خرجنا الحراك وحنا راك حاب تقول لي باللي السلطه تاعنا راهي تدخل ناس الاحباس تعسفا 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 سلطه قمعيه. اعطيني مثال. مثال وين وراه رشيد؟ معليش تبعوا فيه طاهر بن عباس تبعوا فيه، هل طاهر راهم يتبعوا فيه؟ هل قضايا شكون اللي راهم يتبعوا فيه؟ شوف شكون اللي راهم يتبعوا فيه؟ حبان حبان سؤال صغير. اسمع اسمع مستغلين كاع الناس، مستغلين اسمع القضاء مستغلين المؤسسات. عندك ادله تثبت اقوالك؟ عندي ألف أدلة. وين دليلك؟ أكثر من 64 حالة ياك موثقة. يا محترم يا محترم عندنا 24 لا لا خلينا 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 خلاص من فضلك. إذا أستاذة مريم سعيداني كان هذا بالقاسم خنشة كان يتهم السلطة بالتعسف والدفع بالشباب لتطليق الممارسات السياسية، والضيف الآخر كان يتساءل هل صحيح أن من دفع بهؤلاء الشباب إلى السجن؟ أليس وجود بالقاسم خنشة ورشيد عوين وعدد من المضاضيين الآن بالسجن أليس خير دليل على أن السلطة تمارس العنف وربما تكميم الأفواه على هؤلاء المناضلين؟ بطبيعة الحال يعني أولا إن شاء الله يفك صراحة خنشة، وإن شاء الله الناس اللي راهم في السجن دون محاكمة إن شاء الله يتحكموا في أقرب وقت. النظام يعني راهو اللي في دلع ومام راهو يمشي بنفس الممارسة تاعو، ما يظنش الناس بأن الفتح الذي أرغم الفتح الجزئي الذي اضطر له النظام بعد ثورات الربيع العربي واصلاحات الشبه السياسيه التي اعلن عليها في 2011 ما بدات يعني يتدارك النظام نفسه ويرجع الى منطقه، منطق التعسف، منطق الغلق، عندما راى ان سياسه الترهيب والتخويف الجزائريين انه اذا ما سكتوش اذا ما ارضيتوش بالامر الواقع سيحصل لكم لراس حصاري في ليبيا وفي العراق، فبدا يخوف الناس. والان بدا التضييق، والدليل على ذلك الناس اللي ذكرتهم وربي يفك فرحهم. ودليل ثاني هو رساله رئيس الجمهوريه الممنوعه بالارتباك تاع 19 مارس عندما هدد الاحزاب السياسيه وسماهم اشباه سياسيين والعاملين في نطاق الاعلام. النظام يعني رجع الى الممارسه تاعو، حتى يعني فيما يخص قضيه الغاز الصخري
نشوفوا ان المواطنين الجزائريين كمحققات 130 مواطن من الجنوب قبل ايام تم إيقافهم من قبل الشرطه من اجل يعني التضييق عليهم من اجل اجبارهم على السكوت في قضيه ترجع الى سنتين. ابسط شيء يعني لتضييق على المواطنين هو يقول لك التجمع غير الشرعي، قضيه بسيطه يقدر يعني يدخلك بها الى السجن. اليوم ربما الشباب ينقم على هذه الأحزاب السياسية عدم تقربها من هؤلاء الشباب والمناضلين. الآن وصلني خبر أن السلطات الأمنية الجزائرية بعثت ب30 استدعاء لهؤلاء الشباب الواقفين في احتجاجات ضد الغاز الصخري بأضرار، كلهم بأضرار، بعثت لهم بهذه الاستدعاءات. يعني ما الذي قامت به الأحزاب السياسية ومن بينها حزب جيل جديد بالنسبة لهؤلاء الشباب؟ جيل جديد هو قريب كل قرب يعني من كل هذا القضايا. نفكرك برك أن رئيس الحزب عندما كان يعني كمال زايد في عندما كان في قضية في ياسين زايد تقصدين؟ نعم ياسين زايد. ياسين زايد في ورقلة يعني كان أول يعني من نزل حتى يعني إلى ورقلة وحضر المحاكمة مساندة له، هذا منذ أزيد من سنتين، وإحنا يعني ننزل بصفة منتظمة إلى الجنوب سواء إلى مدينة يعني أضرار ولا مدينة عين صالح تضمنا مع الناس راهم يدافعوا من اجلنا من اجل كل الجزائريين في قضيه الغاز الصخري وفي قضايا يعني حقوق الانسان بصفه عامه في الجزائر. لكن هذا لم يحمي ياسين زايد الذي فر بجلده الى سويسرا من كثره ربما الاضطهادات هناك بالجزائر. هناك كذلك طارق معمري الموجود الان في فرنسا هو الاخر فر بجلده من يعني كثره الاضطهادات. يعني احكام شخصيه على اشخاص يعني نضلوا في الجزائر. نعم. يعني كنت مقبل اعطيت يعني ارقام رهيبه للعدد الجزائريين اللي فروا الى الخارج. صحيح. قلت 48 الف ورابط مليون جزائري، يعني مليون جزائري راحوا من الجزائر في عهد يعني في خلال فتره حكم بوتفليقه. نعم. مقابل 110000 في العشريه الموت العشريه السوداء. نعم. من بينهم يعني 268 الف جزائري ذو كفاءه يعني عاليه. صحيح. يعني ما نقدروش نحكموا شخصيا على الاشخاص لاننا لا نعرف يعني حقيقه الاشياء ودرجه المضايقات التي مورست عليهم. لا نحكم على هؤلاء الأشخاص، هم قالوا أننا وصلتنا تهديدات خطيرة مما جعلهم يفرون بجلدهم من الجزائر. هذا يعني يرجعنا إلى الإشكالية الأولى، يعني هو عملية ممارسة السياسة في قنوات غير الرسمية. يعني نمارس السياسة ولكن ليس في القنوات الرسمية، هذا ما يحتم على يعني الناشطين في المجال يعني الجمع في الجانب المدني أن يلتفوا حول يعني حول جمعيات أو حول أحزاب سياسية، يعني أنه يمكن أن نمثل النظام يعني السياسي الجزائري. جميل جدا، سأعود إليك مرة أخرى سياسية. سأعود إليك أستاذة مريم السعيدان. ينضم إلينا طالب الجامعي رزقي بودران من باريس. سي رزقي، أنت طالب الآن في باريس، طالب جامعي تمارس السياسة هناك، هل كنت تمارس السياسة قبل أن تلتحق بالجامعة الفرنسية؟ مساء الخير عليكم. الزول في اللون. الزول. كنت في الجزائر، كنت نضم بزاف للسياسة، وكنت في العام اللي فات كنت خرجت ضد الأهدى الرابعة، وشفت بزاف شباب، شفت بزاف جزائريين تنضربوا ويزون ايتي اوبخيمي با لا بوليس، وهذوك هما الأسباب اللي رجعت من كافة حتى وما هبطش يديا.
الآن كيف تشوف في الشباب، يعني ما هو حال الشباب الجزائري الموجود الآن في فرنسا؟ يعني أنا ما أتكلمش عن ربما هذه الطبقة المتعلمة والمثقفة، أتكلم عن الشباب الجزائري الموجود ليلتحق بفرنسا عن طريق هذه ربما نسموه بين قوسين الحراك. الشاب الجزائري لو يجي فرنسا، لو يجي فرنسا ما عنده لا دولة موراه، ما كان عنده لا دولة موراه في الجزائر لا في فرنسا، يجي لهنا يجي يتمرمد، يجي إلى فرنسا ما يلقى والو، واللي توجع القلب اللي يجوز كامل مع هاد الحالات كامل للضعيبة وما يوليش للبلاد، يجي لهنا ميم كي يخدم الكوارت لازم الأوتوريزاسيون دو ترافاي باش يخدم. هذه راه إهانة للشاب الجزائري، للشاب الجزائري وللشاب الجزائري. بصح الدولة الجزائرية عمرها ما دخلت الشاب الجزائري كي يروح لومباساد للكونسولا إني ميم با روسو، ولا إني ولا إلي روسو بطريقة العدو تو لو روسوا با هكاك. بصح لو كانت كنت تروح بجنسية فرنسية تو سرا روسو أوترومون ويعاونوك. أنا وزملائي عندها بضعه ايام رحنا باش اون لي ريكولتي دي انفورماسيون عند لومباساد دالجيري، واحد لاتاشي كولتورال واحد يخدم تما ينوزون دي بلي فوز افي دووا ا دي بورس تخسينا. قلنا كيل بورس هادي ما على بالناش بهم. ينوزون دي بلي فوز افي دووا 100 يورو بار موا. اللي حنا كاين جزائريين هنا كانوا معنا جامعيين وكاين ماشي جامعيين دي زاني وهما لهنا وما يخدموش، رجعوا بنات البلاد، رجعوا بنات جزائريين دي باك بلس 6 باك بلس 7 يخدموا دي فام دو ميناج بور 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 كيلكو زورو بار جور، ولاو يخدموا دي مارشي بنات ولاو يتملمدوا. تقول ما عندهم بلاد، تقول لهم يتامى تاع بلاد ما عندهم حتى بلاد، تهضر معهم على الجيري تقول لك يا لطيف ما تزيدش تبدلنا سوجي. وهذه تألم، هذه توجع بزاف. يعني واش الاشياء اللي ما يتقبلوهاش في الجزائر والان تقول انهم يشتغلوا كعاملات بيوت في الخارج، لماذا لا يعودون الى الجزائر؟ ما هي الاسباب اللي تخليهم يعني ما يرجعوش للجزائر؟ يعودون الى الجزائر باش ما يخدموش، يعودون الى الجزائر باش تنقطع الحريه تاعهم، يعودون الى الجزائر باش يولوا تانيك وضحوك الى المجتمع يقول لك ثاني كاين هذا الجانب، ويعاودوا يولوا الى الجزائر باش يقعدوا يشوفوا لي ديبلوم تاعهم. يقول لك في فرنسا او ما عندي، يقول لك شويه حريه او ما يقول لك عندي ليسبوار. في الجزائر يقول لك نروح جي اوكان ليسبوار، او كونترير يقول لك نروح للجزائر نستنى كل دقيقه تطبق عليا يا دراوش يصرالي. معليش اخيرا رزقي بودران، وشنو هو ندائك للشباب الجزائري الموجود الآن في الجزائر وكذلك اليوم في الخارج؟ أنا النداء إلى الشعب الجزائري اليوم في الجزائر نقولوا ما يأش، خاطش ولا عنده مشاكل ولا عنده هموم يقدر يحلها. يعني تسوغي دوفغير، أنا نقول الحل هو تسوغي دوفغير لو شون أو جون، serait d'ouvrir des champs aux jeunes يحلوا لهم مجالات كبار. لك الجزائري كما نقول في الجزائر ياك يدخل روحه في لا بوليتيك، يحل دي اسوسياسيون، يخرج ما يسمعش في حقه، خاصو كان يسمع في حقه يروح للبلاد، يروح للبولنغ، يروح الماريكان، عمره ما يلقى روحه في بلاده، عمره ما يلقى روحه عند اهله. رشدي بودران طالب جامعي كلمتنا من باريس، شكرا جزيلا لك. نعود لك مريم السعيداني، ربما لا نريد أن نعتم الصورة ونسودها. التعديل الحكومي الأخير عرف بروز وجه جديد يمكن أن نعتبره من عنصر الشباب بالمقارنة مع من يحكم البلد بطبيعة الحال. تم تعيين السيدة إيمان فرعون صاحبة 36 سنة على رأس وزارة البريد والاتصالات. هل هذا التعيين يعتبر جزء من المشعل الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في صيف في 2012؟ قبل ما نجاوبك على السؤال نرجع برك شعر بدني لما يعني كنت مع الأخ من خارج كان يهضر. صحيح.
من اجل يعني كل هذه الجزائر احنا رانا نقوم بالعمل السياسي حتى يعني هنا حنايا كاحزاب سياسيه يمارس علينا ضغط يعني سياسي رهيب وغلق يعني ما يعطوناش تراخيص لعقد يعني ندوات موضوعاتيه يعني من اجل لقاءنا مع الشعب. نعاود نرجع الى موضوع اخر وهو الجامعه ايضا بما ان الاخ يعني هو طالب جامعي منذ مجيء يعني نظام بوتليقة يعني اغلق العمل السياسي في الجامعه وحمد لله نرى مثلا في جامعه قسنطينة يعني يتدخل رجال الامن يعني بالكلاب تدخل الحرم الجامعي اللي عندما في سنوات ما قبل نظام بوتليقة كان يعني هناك مظاهرات عظيمه ورجال الامن لا يتدخلون في الحرم الجامعي منذ ان ابعد يعني الطلبه عن العمل السياسي وعن الشيء السياسي بدا هذا العزوف يعني يكون كبير. اما فيما يخص التعديل التجاري ان يعني الاستاذ فرعون يعني شخصيا ما عنديش اي مانع شخصي فيما يخص هي يعني ولا كفاءتها ولا هي جزائريه كالجزائريين ولكن بصفه عامه هي عمليه تجميليه في بلاكوم في اوبيراسيون دو كومونيكاسيون على غير لانه التعديل هذا هو تعديل تقني وليس تعديل سياسي مثل التعديل اللي جاء مباشره بعد الانتخاب بعد يعني معين بوتليقة رئيس على الجزائريين في عهده رابعه هم التكنوقراط يحكمون الجزائريين غير سياسيين لا يعني هي لا حدث مثل ما كان يقال في الحكومه السابقه عطينا الدور قمنا خرجنا يعني بالجمله من الوزاره. ابقي معي استاذه مريم سعيداني سعود اليك بعد ان نتصل الان بينضم الينا استاذ سليم صالحي الاعلامي. انت موجود اليوم بالجزائر سليم وتحركت في عده ولايات والتقيت بعده او اعداد هائله من الشباب. كيف هو حال الشباب اليوم بالنسبه للسياسه في الجزائر اخ سليم؟ أولا أهلا بك عادل وبكل المشاهدين الكرام. طبعا مهم جدا النزول إلى الأرض، مهم جدا محاورة الشباب بشكل عادي وبدون بروتوكولات. هذا يعطيك الفرصة أنه تكون فكرة حقيقية يعني الموجود. أولا الشباب همش كتلة موحدة، يعني هناك شباب بطال، هناك شباب عامل، هناك شباب إطار، وهناك شباب الطالب يعني اللي ربما عنده مشاكل مختلفه عن الفئات الاخرى. اذا نحن نتحدث عن كتله ليست منسجمه، يعني كل فئه لديها مطالبها ولديها انشغالاتها. لكن الجو العام او القاسم المشترك بين كل هذه الفئات من الشباب هو عدم الثقه في العمل السياسي، عدم الثقة في السلطة أو ما يسمى بالتعبير الجزائري الدولة. لا يوجد البروسبكتيف، يعني ما فيش أفاق، ما فيش. أنا آخر طلبة كنت التقيت بهم في بومرداس، طلبة المدرسة الجزائرية للبترول، وحاولت أن أستفسر يعني منهم أجواء التعليم، هل يثقون في المنظومة؟ هل يثقون في مستقبلهم؟ الإجابات كانت يعني قطعية أنه لا ثقة في المنظومة، منظومة التعليم، ولا ثقة في المنظومة السياسية. وأيضا الأخطر من ذلك أنهم لا يثقون في مستقبلهم، يعني ما همش كونفيون، كلهم يفتشوا على كيف الهربة. وأنا هنا ننتقل إلى موضوع خطير أيضا. كل الفئات اللي تلقيتها يعني هي عينات بالنسبة لي أنا، نتلقى 15 في قسنطينة مثلهم، في بويرة، في البرج، في بومرداس، في تيزي وزو، في مناطق مختلفة، في العاصمة أيضا، عينات مختلفة. بالنسبة لي تعطيني على الأقل المؤشر أنهم كلهم يحوشوا على الهربة، كلهم، سواء اللي قاري أو الإطار. حتى يعني نتلقى واحد في بنك يقول لي الكهرباء وكنور بهذه اللهجة الجزائرية. إذا كان كل فئات المجتمع والعينات اللي تلتقيت بها كلهم يحوشوا يخرجوا برا البلاد، هذا يعطي لك مؤشر خطير للوضعيه اللي راهي فيها هذه الفئه من المجتمع واللي هي الفئه الغالبه في المجتمع. زميلي عادل،
يجب ان يعلم متخذ القرار في الجزائر. لا لا لا, لا, لا لكن سليم ربما الان تقول ان معظم الشباب في الجزائر يريدون الهرب او الخروج من الجزائر. انت تعرف حال الشباب اليوم, قبل قليل ذكر السيد رزقي بودرار حالة الشباب في فرنسا بين قوسين, لكن الان ما هي الحلول كي نحفز هؤلاء الشباب للمكوث في الجزائر والاتجاه نحو العمل السياسي؟ اولا هي قضيه الشباب هي جزء من قضيه مجتمع جزائري, من قضيه شعب باكمله, وهو رهينه لمنظومه غير شرعيه وفاسده وغير كفؤه. يعني الكارثه انه عندك سيستم ماهوش ليجيتيم, يعني با ليجيتيم, انليجيتيم, كورومبي, هكذا وانكومبيتون, يعني لم كانت كوارث, يعني حتى لو كان سراق ويعرف يخدم ربما يغفروا له الناس. اما انك تكون انت مزور وفاسد وغير شرعي وغير كفؤ, فهذه هي يعني الطامة الكبرى. شوف قضية الشباب قضية هي جزء من قضية شعب كامل, شعب يبحث عن حل لمنظومة الحكم, لأنه بدون تغيير منظومة الحكم ما تقدرش تأسس دولة القانون ودولة الحريات ودولة العدالة. وهذه هي اللي تخلي الشباب يثق أنه هناك تكافؤ فرص, هناك قانون يحميه. الجامعي لما يخلص يروح يخدم, ما يلقاش ولد معلم ولد فلان وفلتان يديروا البلاصة نتاعو. وهذا الكلام أنا سمعته من عند الناس. المواطن البسيط أو الشاب البسيط اللي عنده 25 سنة يعرف أنه هذه الدولة تضمن له السكن, تضمن له العمل, ولما تضمنوش العمل تضمن له بدل كما راه موجود في بريطانيا حتى يلقى العمل. شوف هي كلها مربوطة بدولة القانون ودولة الحريات والدولة الشرعية, الحكومة الشرعية المنبثقة من برلمان شرعي يقدر يحاسبوا الشعب. بدون هذا حل هذه الإشكالية يبقى الحديث عن مشكلة الشباب هو حديث فرعي وحديث عن النتيجة. والله العظيم ينزل هذا المسؤولين لأي قهوة من القهوة, سواء في العاصمة أو في قسنطينة أو في تمر راسد أو في عين صالح, والله يسمعوا شيء لاجب من مواطنين بسطاء. ومانيش عارف إذا كان يسمعوا الكلام ما يتغير فيهم الحال أو ما يتغيرش فيهم الحال, لكن أنا كإعلامي وكسياسي علي أن ينبلغ, ونبلغ بقوة ونبلغ بالمفردات اللي نسمعها من عند الشعب الجزائري. والله لقيت الفئة الرابعة هذه اللي هي فئة الشباب اللي ما يخدم, ما عنده أمل, ما يتكلف المعارضة لا في السلطة وما يتكلف حد شيء, اللي هو كما سموا لحالهم احنا رجال المرحيين. هذا مصطلح الشاب المرحي. شكرا جزيلا أستاذ سليم صالحي الإعلامي, كلمتنا من الجزائر, لك جزيل الشكر. في أقل من دقيقة أستاذة مريم سعيداني ربما سنختم معك, الوقت يضايقنا, ما هي الأطر والتدابير التي يجب يمكن الاعتماد عليها لتحفيز الشباب للممارسة السياسية؟ فيما يخص جيل جديد احنا نعطوا صورة للأمل, ليس كل شيء سوداوي, واجب المبادرة هو الشعار نتاعنا. جيل جديد حزب يعني يعطي للشباب الفرصة أخذ القرار السياسي, فرصة يعني التدرج داخل الحزب. مثلا في الحزب تاعنا عندنا إلى جانب يعني الجانب السياسي هناك جانب بيداغوجي الذي هو التكوين. عندنا في جيل جديد يعني 5 درجات من التكوين نعطوها للمناضلين نتاعنا. وجيل جديد ايضا هو اطار مجتمعي, عنده مشروع مجتمع يدافع عن قيم وهي المسؤوليه, عدل والابداع. لذلك احنا نطلب من الشباب انه يعني يخرج من الهامش ويجي يلتحق بالحزب تاعنا, سيجد يعني مكانته مثل الشباب يعني اللي موجودين فيه الان, موجودين في على اعلى المستويات في السلم الهرمي لجيل جديد, سواء في المجلس الوطني, سواء في المجلس السياسي او في الامانه الوطنيه وهي. شكرا جزيلا استاذ مريم سعيديادي قياديه في حزب جيل جديد. كخلاصه هي تقول ان يجب على الشباب ان يلتحق بالجمعيات والاحزاب السياسيه بصفة عامة, ولا يجلس على الهامش ويترك المكان شاغر للانتهازيين. إلى هنا ينتهي موعدنا من الحدث, ونلقاكم في موعد أخرى بحول الله. إلى اللقاء.